صنفان من القلوب قلوب قاسيه وقلوب منكسره انا عند المنكسره قلوبهم سبحانه وتعالى هو الذي يقول انا عند المنكسره قلوبهم القلوب المنكسره هي القلوب المنكسره في فناء محمد وال محمد وبدايه الانكسار من التسليم ان نسلم له وهذا موضوع واسع لكنني ساقرا بعض الاحاديث لتقريب الفكره والصوره اقرا عليكم من مختصر البصائر والكتاب في اصله لسعد الاشعري القمي من اصحاب ائمتنا والذي اختصره الحسن ابن سليمان الحلي من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري الطبعة طبعة مؤسسة النشر الاسلامي قم المقدسه صفحه وثلاثة 223 رقم الحديث 216 بسنده عن زيد الشحام عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قال لي زيد الشحام يقول قال لي الإمام الصادق صلوات الله عليه أتدري بما أمر الإمام الصادق يقول لزيد الشحام أتدري يا زيد بما أمروا؟ الإمام يتحدث عن الناس، عن الأمة، عن الشيعة. أتدري بما أمروا؟ بأي شيء أمرت الشيعة؟ أمروا بمعرفتنا. هذا الأمر ليس خاصا بالشيعة لكنني لأنني أتحدث عن الشيعة هنا فأجعل الكلام خاصا بهم الشيعة هم الأولى أن يتوجه إليهم هذا الأمر وإلا فهذا الأمر موجه لكل الآدميين أتدري بما أمروا أمروا بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا هذا هو تعريف دين محمد وأهل محمد صلوات الله عليهم أتدري بما أمروا؟ أمروا بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا حديث آخر صفحة 231 رقم الحديث 234 بسنده عن أبي صباح الكناني الخيبري قال قلت لأبي جعفر للباقر صلوات الله عليه إن نتحدث عنك بحديث فيقول بعضنا قولنا قولهم قولنا قول محمد وال محمد ابو الصباح الكناني يقول للامام الباقر انا نتحدث عنك بحديث ننقل كلاما من كلامك يا ابن رسول الله فيقول بعضنا قولنا قولهم لا نناقش في شيء نحن مسلمون له الامام الباقر يقول لابي الصباح هذا فما تريد اتريد ان تكون اماما يقتدى بك من رد القول الينا فقد سلم كان مسلما قد افلح المؤمنون في سوره المؤمنون الايه الاولى بعد البسمله في تفسيرهم قد افلح المسلمون المسلمون لعلي وال علي قد افلح المؤمنون قد افلح المسلمون انا نتحدث عنك بحديث فيقول بعضنا قولنا قولهم قال فما تريد الإمام الباقر يقول لأبي الصباح الكناني فما تريد أتريد أن تكون إماما يقتدى بك من رد القول إلينا فقد سلم حديث جميل في الصفحة نفسها رقم الحديث 236 وستة وثلاثين بسنده عن الفضيل بن يسار قال دخلت على ابي عبد الله انا ومحمد بن مسلم الفضيل ومحمد انه محمد بن مسلم الطائفي من خيره اصحاب الائمه فقلنا الفضيل ومحمد فقلنا ما لنا وللناس نحن لا شان لنا بالناس هل مدحونا ذمونا هل ذهب الناس يمينا هل ذهب الناس شمالا ما لنا وللناس ما لنا وللناس بكم والله ناتم وعنكم ناخذ ولكم والله نسلم ومن وليتم والله تولينا ومن برئتم منه برئنا منه ومن كففتم عنه كففنا عنه كففتم عنه لا اظهرتم ولايتكم له ولا اظهرتم براءتكم منه كففتم عنه نحن معكم إذا ما واليتم أحدا يا أهل محمد نحن نوالي وإذا ما تبرأتم من أحد نحن نتبرأ منه وإذا ما كففتم عن أحد لا توليتموه ولا تبرأتم منه نحن كذلك نفعل فرفع ابو عبد الله امامنا الصادق يده الى السماء وقال والله هذا هو الحق المبين رفع يده لتاكيد قسمه ويمينه كان يرفع يده هكذا لتاكيد بقسمه ويمينه والله هذا هو الحق المبين اعيد قراءه الروايه لاهميتها الفضيل بن يسار يقول دخلت على ابي عبد الله على امامنا الصادق انا ومحمد بن مسلم فقلنا ما لنا وللناس بكم والله ناتم وعنكم ناخذ ولكم والله نسلم ومن وليتم والله تولينا ومن برئتم منه برئنا منه ومن كففتم عنه كففنا عنه فرفع ابو عبد الله امامنا الصادق يده الى السماء فقال والله هذا هو الحق المبين هذا المضمون تجمله كلمه امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التخليد انني اقرأ عليكم من تفسير امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه امامنا الصادق بعد ان تحدث عن قلة قليلة من مراجع التقليد عند الشيعة الذين يكونون مرضيين عند إمام زماننا وتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى ووصفهم بأخطر الأوصاف من أنهم أضروا على الشيعه من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه هم اضر على الشيعه من شمر ومن حرمله اكثر مراجع التخليد عند الشيعه زمان الغيبه الكبرى الى ان يقول امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام الإمام يتحدث عن عوام الشيعة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه هذه بدايه التسليم القلوب المنكسره بدايه انكسارها في التسليم لمحمد وال محمد وبدايه التسليم هنا في هذه الكلمات الشريفه الوجيزه لا جرم ان من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام انه لا يريد الا صيانه دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر الامام يتحدث عن مراجع التقليدي عند الشيعه عن المراجع الكبار الذين تقلدهم اكثر الشيعه سياق الروايه واضح جدا في هذا المضمون لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا فقيها مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والاخره ويجمع على من اضله من مراجع الشيعه الاكثر في زمان الغيبه الكبرى ويجمع على من اضله لعن الدنيا وعذاب الاخره هذا هو التسليم يوفق للتسليم يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فهذا ما هو بتسليم للفقيه هذا تسليم لمحمد وال محمد عبر الفقيه فان الفقيه نقل حديثهم فان الفقيه نقل فقههم فان الفقيه نقل تفسيرهم فان الفقيه نقل عقائدهم فهذا التسليم ليس للفقيه لا يجوز لنا ان نسلم لغير المعصوم لا يجوز لنا ان نسلم حتى للنائب الخاص الذي يامرنا الامام بالتسليم اليه نحن سنسلم اليه طاعه لامامنا نسلم لنائبه الخاص لانه هو الذي امرنا بالتسليم اليه نحن لا نسلم للنائب الخاص ولا للنائب العام اذا كان هناك من نائب عام نحن لا نسلم لاحد نحن لا نسلم لسلمان الفارسي نحن نسلم لعلي امير المؤمنين اذا امرنا علي امير المؤمنين ان نسلم لسلمان الفارسي نسلم لسلمان لا لاجل سلمان لاننا نسلم لعلي امير المؤمنين تسليم فقط لمحمد وعلي وفاطمه وللائمه من, من المجتبى الى القائم هؤلاء فقط الذين يجب ان نسلم لهم حتى الذين في اعلى المراتب كالعقيلة الكبرى وأبي الفضل العباس نحن لا نسلم لهم انما نسلم لهم لانهم وجه محمد وال محمد نحن لا نتعامل مع العقيلة والعباس مثلما نتعامل مع سلمان لا وجه للمقايسة بين سلمان وبين العقيله والعباس لا وجه للمقايسه مطلقا من جميع الجهات اذا ما سلمنا للعقيله وللعباس نسلم لهما لانهما وجه محمد وال محمد التسليم فقط لمحمد وعلي وفاطمه، هؤلاء ائمه الائمه. ولابناء فاطمه من المجتبى الى القائم. وليس هناك من تسليم لغير هؤلاء. نسلم للعقيله الهاشميه ولابي الفضل العباس لا لاجلهما ذاتيا. لانهما وجه محمد وال محمد اما سلمان وامثال سلمان اذا ما امرنا علي ان نسلم لهم اننا لا نسلم لهم وانما نسلم لهم تسليما لعلي التسليم لعلي 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 فقط التسليم لمحمد وال محمد فقط التسليم في زماننا للحجة ابن الحسن فقط اذا ما سلمنا للفقيه المرضي عند صاحب الزمان فما هو بتسليم لذلك الفقيه حتى لو امرنا صاحب الزمان. انه تسليم للفقيه بامر صاحب الزمان. هو في الحقيقه تسليم لصاحب الزمان كسجود الملائكه لابينا ادم في ظاهره سجود لابينا ادم وفي الحقيقه هو سجود لمحمد وال محمد ما هو بسجود لابينا ادم كان السجود لنور لقبسه نور من محمد وال محمد اشرقت في ابينا ادم السجود لقبسه النور هذه في ظاهر الامر سجود لابينا ادم ابونا ادم كان قبله ومضمون القبله وروح القبله قبسه نور من وجه محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه. الكلام مداره مدار التوفيق ولذا تلاحظون انني دائما حين اتحدث في اجواء العلاقه مع امام زماننا أقرن حديثي بذكر التوفيق فهذا هو منطقهم وهذه هي ثقافتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا بداية التسليم من هنا أنا عند المنكسرة قلوبهم صاحب الزمان اخلاقه اخلاق الله هم الذين يامروننا ان نتخلق باخلاق الله محمد صلى الله عليه واله هو الذي يقول ادبني ربي فاحسن تاديبي وعلي اديبي والقائم المهدي اديبي فصاحب الامر هو هو الذي يقول كما يقول الله انا عند المنكسره قلوبهم بدايه الانكسار في هذه القلوب عند التسليم ما لنا وللناس ما لنا وللناس بكم والله نأتم وعنكم والله نأخذ ولكم والله نسلم كما قرأت عليكم قبل قليل الحديث عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم حينما دخلوا على إمامنا الصادق فقالوا له ما لنا وللناس؟ ما علاقتنا بالناس؟ ما لنا وللناس بكم والله نأتم وعنكم ناخذ ولكم نسلم ومن وليتم تولينا ومن برئتم منه برئنا منه ومن كففتم عنه كففنا عنه فرفع امامنا الصادق يده الى السماء مقسما والله هذا هو الحق المبين فامام زماننا عند المنكسره قلوبهم وبدايه انكسار القلوب بالتسليم لامام زماننا وبدايه التسليم هو هذا المضمون الذي يعلمنا ويربينا عليه امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا جرم ان من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام انه لا يريد الا صيانه دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد المرجع الشيعي ولكنه يقيض له مؤمنا فقيها مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والاخره ويجمع على من اضله على ذلك المرجع الملبس الكافر ويجمع على من اضله لعن الدنيا وعذاب الاخره نذهب الى فصل